ورر ديرادا هيا كسو بح هيا قصارها كده شي ويرر غرح يكو بلوضي وعلى شباب ارور نما دي هوري ايسا كايكو قادين فري سماع لدى مدى الدولود دو اي كل يهين ديگان كهيلو لقاب وهوس تغيد دق مدى رنو لقود اي قبل كشاب اللا دا دحي ويرر كوكو بلوضي قواري لغا سو بوحي وحيابها قرحا ايا وحا حيقيد دقال توس اه او دحمر اي لدى مدى الدولود دا اي كو ديگان كو دينا عاه اي دقال لما ياشا لشباب وحانا ورر كا ديگان كاسي لغيه ليا اي شيغ ايان ان قرحا اي ويرر كا توس كا اه اي كو جيريو دين سراكيل اي اسكر كا ترسن لدى مدى ملتريغا اي كو ديگان كا كواس وقار كود مقاعيادو دا لغو باهيي ورباهينتا محاليقا وحانا سراكيشا مقاعيادو دا لباهيي إلا شايقاي إن دقال كاسي أي كو جيريو دين كاميدا اللهو نحاريستي عبدالقادر تيستو كابتن عيسي قوبي إياقاشان لدحي حسن علي اندولي وراركا أيا انتاسي كود درايين وجرو قسارة سو قاري قاديد كالعيدامة الدولاد دا إيكو سوغنا حرادا لوير راي سراكيل كاترسان ملتاريغا سوماليا إياكو وديغانكا أيا نور باهين تاو شايقين جبحو غان غارسيين داقا لامياشي الشباب ويراركا كسو قادي ديغانك هلو لقاب عيدامة كاترسان دولاد دا فدرال كايه سوماليا إياكو وديغانكا أو كبحاي ديغانا كاترسان قبل كشبه لادا دحي أيا قرمدهانو قاري ديغانك هلو لقاب إيا ديغمة درونو لقود deegaanka hilow lagaab oo ka tirsan gobolka shabeelada dhexe isla markaana xad la wadaaga gobolka galgaduud ayay dhawaan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka la wareegeen gacan ku hayntiisa kadib muddo sanooyin badan ah oo al-shabaab ay gacanta ku hayeen maxamed abdullahi baxnaani CBA muqdisho